سميرة، قدمي لنا راسك وعلى طريقتك. سميرة هشيكا، فنانة تعشق المسرح بجنون. اشنا هي الأصول ديال سميرة؟ أنا من الصويرة. يا عزيز عليك الحوت. صافا. عزيز عليك السينما البوليودية؟ ما عنديش مال هنود. قالوا لي عليك ما كتفرجيش في الأفلام بزاف. ما كنتفرجش في الافلام بزاف، انا معجزه شويه، انا عايزه ليا نقرا الكتب اكثر ما نشوف مسلسلات. الناس عارفوك بزهره بناني سميرس. هاد الشخصيه ديال زهره بناني سميرس درت، يعني خدمت بزاف لي بروجي قبل، ولكن بالنسبه ليا هادي درت بها طرومبلان، درت بها ان غو ديماراج. ايوا توتو بني. لا با، جبت لك معايا غرافات بالسماط تقاش طاطات الكراسان قرعة الريح. فاباني فاباني. عاودي لينا على شي طريفة وقعت ليك أيام تورناج الكوبل. واحد النهار واحد لا سيكونس مباشرة تقاد لي أنا يعني نورمالمون كنا كنصورو إكستيريور، وكنت كنهز واحد الشوكة ديال الصابون كنهزها وغير كيقولو أكسيون كتوقع شي حاجة. مرة طحت بالصنداله، ما كانوا كيلبسوني صنداله عاليه. مره تقطعت الشبكه، شويه جا البرد، شي حاجه تخشات ليا في عينيا. المهم داك اللقطه ما بغاش تكمل، داك السيكونس ما بغاش تكمل كاع. قالوا لي عليك نجحتي غير بالطليب. اودي لا، انا شاده درديقه من تحضيراتي للدكتوره، والدليل انا كان جو بريبار مون دكتوره دابا. عمرني ما سقطت، شاده درديقه وحده وقرات في البوبليك، ما كاينش البريفي والو. شكون هو الاب الروحي ديالك في المسرح؟ الاب الروحي ديالي في المسرح واحد الفنان اللي قريت عنده، درت عنده مسرح الجامعي، هو الفنان حميد مرشيد. واخا قريت قبل في المعهد عند استاذ شعيب الصياد، ولكن بالنسبه ليا المسرح الجامعي كان يعني واحد انطلاقه زوينه لسميره هشيكا. سميره، علاش ديما كنشوفوك في دور الطفله؟ واش ديري؟ شنو اللي وقع؟ ما ديري دابا لو بروبليم باش نشرح ليك. دابا ماشي، ما غاديش نعمم، ماشي كاع المخرجين، ولكن بعض المخرجين ملي كيشوفوك في واحد لو بيرسوناج مثلا، ولا مثلا واحد الكاركتير مثلا كديري القصه والكرينات وهذا، كيبقاو يعيطوا لك دائما هكا. اون فوا درت ان شونجمون، درتو مع المخرج هشام جباري في سلسله راس المحين، وتبدلت شي شويه. كتعرفي طيبي شويه؟ شويه شي بيضه مقليه ولا شي حاجه بحال شي ساندويتش تصاوبيه هكا، ولكن داك الطياب الواعر ماشي قليل، ماشي بزاف. الاكله اللي كتعجبك؟ دجاج جوز الزيتون مع لي فريت. لا كنتي خضره شنو تبغي تكوني؟ بطيشه. ولا كنتي فاكهه؟ تفاحة. شكرا لك سميرة، وكلمة لجمهورك. برونتو توتو باني فاباني. سنوني مع شادة تيفي مع خولة في برنامج آسك، وتسنو الجديد في 2018 مع سميرة هشيكا.